بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس نواب الشعب المحترم، شيء من الهدوء من قبلكم. السيد رئيس مجلس النواب، السيدة النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب، السيد النائب الثاني، السادة السيدات والسادة النواب المحترمون، لقد استمعت بكل اهتمام لكافة الملاحظات التي تفضلتم بها خلال مداخلاتكم القيمة، ولمست خلالها حرصاً على تدعيم عمل الحكومة والإحاطة بها وتقويم ما قد يطرأ على أدائها من سلبيات، كما لمست كذلك بعض الاستفسارات حول النقاط التي قد بدت لكم تستحق مزيد من التدقيق والتوضيح، وكما أسلفت لكم نحن نضع أنفسنا على ذمتكم لكل التوضيحات اللازمة. بالنسبة للنقطة الأولى التي أثرتموها حول البرنامج، إنما تم بيانه هذا الصباح هو تقديم أساساً للمحاور الأساسية التي ستعمل على إنجازها مختلف الهياكل الوزارية التي تم إعدادها من خلال هيكلة الحكومة، ومن الطبيعي أن يتم خلال الفترة القادمة على إعداد البرامج التفصيلية التي سيتم إرسائها على مستوى كل وزارة، وفي هذه البرامج سيقع الإشارة بالتدقيق إلى كافة الإجراءات والآليات التي من شأنها بيان كيفية تحقيق الأهداف التي كنا أعلنا عليها في بياننا هذا الصباح. وبطبيعة الحال ستكون هذه البرامج التفصيلية على ذمتكم، وأنا كنت كي تحدثت مع الفريق الحكومي كنت بينت لهم أن باش نعتمدوا طريقة عمل تعتمد على نوع من التعاقد، أي الإعلان عن الأهداف وإرساء آلية لمتابعة تحقيق الأهداف في تفاصيلها، وسنجد الآلية التي تكونون فيها على اطلاع على مدى تقدم إنجاز هذه الأهداف. بالنسبة لبعض التساؤلات حول الهيكلة الحكومية أو التركيبة الحكومية في علاقة بعدم وجود وزارة التشغيل والتكوين المهني، هو ليس بإلغاء لهذه الوزارة، لأننا نعرف أن هذا قطاع مهم جداً جداً، لكن نعرف كذلك أن التشغيل مرتبط أساساً بدعم الاستثمار وبالتنمية، أي أنه ليست مسألة الإعلان عن وجود وزارة للتشغيل حتى يكون التشغيل متوفر، لذلك فما العديد من الآليات اللي تتدخل في المجال هذا. ما طرحناه على أنفسنا هي إحداث قطب للشباب، مثل ما أحدثنا قطب للاقتصاد. قطب للشباب طرحنا على أنفسنا أنه يحتوي على المحاور التي نعتبرها أساسية في اهتمامات الشباب، وهي الرياضة والآليات الإحاطة بالشباب و التشغيل والتكوين المهني اللي هو من أوكد أولويات الشباب. هذا إذن الطرح الذي يندرج في إطاره إلحاق منظومة التشغيل والتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، أي أننا نتحدث عن الإدماج المهني كآلية للانسيرسيون سوسيال. دونك والتمشي هذا بطبيعة الحال كيف وكيف أي عمل إنساني قابل للتقييم وقابل لإدخال أي إصلاحات قد تبدو مفيدة في هذا المجال. بالنسبة لقطاع الطفولة كذلك تمت الإشارة إلى أنه بالنسبة لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن لم يتم التنصيص على الطفولة.
بالنسبة لقطاع الطفولة كذلك نعرف أنه مجال تدخل العديد من الوزارات، تتدخل فيه وزارة المرأة، تتدخل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، أي أن قطاع الطفولة ليس حكراً على وزارة المرأة، هي وزارة المرأة تتدخل في الطفولة المبكرة وتتدخل من خلال الإشراف والتصرف في الستركتور دو لا بتيت انفونس. وسيتم إحداث على مستوى وزارة المرأة هيكل تنسيقي يتم التداول فيه وتناول جميع المسائل التي تتعلق بالطفولة في مختلف الوزارات. بالنسبة كذلك تمت الإشارة إلى أنه لم يتم الحديث عن بعض المجالات المهمة، وهذا صحيح. صحيح أنا في المداخلة متاعي ما تحدثتش على الفلاحة على أهميتها، ولو أنه تحدثت على الاقتصاد، ونحن نعرف اللي إحدى أهم ركائز الاقتصاد هو القطاع الفلاحي. كذلك ما تحدثتش على قطاع قريب لي اللي هو قطاع الأمن، وبالمناسبة نحب نتوجه إلى كافة أبناء المؤسسة الأمنية بجزيل الشكر على المجهودات التي يقدمونها ليلاً نهاراً وعلى مدار السنة، وهذه المجهودات التي مكنتنا من كوننا نحقق نجاحات أمنية كبيرة تخلي بلادنا تنجم تتلهى بمجالات التنمية. تحية مجدداً إلى كافة أبناء المؤسسة الأمنية. القطاع الصحي كذلك على أهميته زاد لم أشر له بإطناب في المداخلة، كذلك زاد نحب ندارك لنا ونحب نشكر كافة أبناء اللي نسميهم الجيش الأبيض خاصة، وإحنا مقبلين على موجة ثانية من فيروس كورونا، نعرف اللي الاستعدادات باش تكون والالتزام باش يكون على نفس درجة الالتزام اللي عهدناهم منهم خلال الموجة الأولى إلى لم يكن أكثر. كذلك بالنسبة لطرحت مسألة التونسيين بالخارج، وكما تفضلت ولاحظت لكونه التونسيين بالخارج دونك تم إفرادها بكتاب الدولة وإلحاقها بوزارة الشؤون الخارجية، وسيتم كذلك النظر في الهياكل التي سيتم إلحاقها بهذه الوزارة لتدعيم العمل على هذا الملف بوزارة الشؤون الخارجية. بالنسبة لمسألة الفساد، محاربة الفساد هي أولوية بطبيعة الحال، لكنها تتم عبر الهياكل المختصة من قضاء وهيئات مختصة في هذا المجال. بالنسبة لنا احنا كدولة دورنا كوننا نضع على ذمة هذه الهيئات كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف نتاعها في هذا المجال، ونحاول نعتمد عقلاني في الفساد بدون استهداف ومع احترام قرينة البراءة بالنسبة لكافة الناس. مرة أخرى السيدات والسادة النواب، هذه الحكومة تضع نفسها على ذمة كافة النواب وكافة الكتل البرلمانية وكافة الطيف السياسي لتتفاعل معه فيما يفيد التونسيين. ولا يفوتني في هذا المجال أن أتقدم بالشكر إلى كافة أعضاء الحكومة المقترحين على قبولهم بهذه المهمة في هذا الظرف الصعب، وأجدد بالمناسبة الشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي، وإن شاء الله بثقتكم نكون في حجم هذه المسؤولية، وشكرا جزيلا. شكرا للسيدة رئيس الحكومة المكلف. شكرا للسيد رئيس الحكومة المكلف على هذه البيانات الضافية والتفاعل مع مداخلات الزميلات والزملاء، وعملا بأحكام الفصل 143 من النظام